سيادة الرئيس، أقولها وبكل يقين، لولا رؤية سيادتكم بعد توفيق الله عز وجل نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية، وتأكيد سيادتكم على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد أهم الدعائم الرئيسية للتنمية في مصر، ما كان لهذه المشروعات أن تخرج للنور، ولظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة الأدراج، ولظلت حبات هذه الرمال تلاطمها الأمواج، كما كانت توجيهاتكم الدائمة فخامة الرئيس بالعمل على تحقيق مبدأ تعظيم القيمة المضافة للخامات المصرية، وألا يقتصر العائد الاقتصادي من مشروع الرمال السوداء على إنتاج وتسويق المعادن وحسب، ولكن ناديتم سيادتكم بأن تبنى استراتيجية المشروع على معالجة المعادن واستخلاص ما بها من مخزون من العناصر الاقتصادية والاستراتيجية، والتي أصبحت اليوم محوراً لصراع الأقطاب العالمية التي تسعى جاهدة لامتلاك أودية الصناعات التكنولوجية المتقدمة. فإلى جانب ما تفخر به الرمال السوداء من عناصر التيتانيوم والزركونيوم، والتي تمتلك طيفاً واسعاً من التطبيقات الصناعية الدقيقة، تأتي العناصر الأرضية النادرة أحد المكونات الرئيسية لمعدن المونازايت لتتصدر أجندة احتياجات الدول الصناعية الكبرى، حيث تمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي.